لبنان. مساء الخير دكتورة، نورتينا. يا هلا بيك. هلا حبيبي، مساء النور، شلون الشهد؟ الحمد لله. طبعا اسمك كلش لطيف حبيبي. انت لطيف. شنو انا؟ شكوى القلب. شكوى القلب. دكتورة، خلينا نبلش. أنت سمعتيني في بداية الحديث كنت أتحدث عن تبييض الأسنان بالليزر والطرق الحديثة، بما أنه أنت تشتغلين بهذا المجال وأيضا عندك خبرة أكثر، حديثيني اليوم أنه تبييض الأسنان بالليزر إلى أنواع. أي إلى أنواع؟ إلى أنواع، وطبعا إلى إيجابيات وإلى سلبيات. نعم. الأغلبية اللي يجون تبيض أسنان لو عنده مثلا قهوة يشرب هواية، شاي، على تدخين، فالطبقة المينة يعني مال أسنان تتغير لونها، فيجي يقول دكتور أي تبيض أسنان. نعم. أي إيجابياتها؟ أكو هواية طرق، أكو طبيب الأسنان يسويها بالعيادة يمه، أكو طرق وقائية، أو هاي الجل مجل تطلع إعلاناتها دائما بالسوشيال ميديا، انه المريض هو يسوي بالبيت. الامن طبعا طبيب الاسنان يكون مختص فيسوي لك اياها بالعياده، تكون امن من الطرق الوقائيه او بالمنزل يسووها. اوكي. طيب دكتوره، اكو بعض الاطباء سابقا يقولون انه تبييض الاسنان يعني يسبب تلف بالمينا للاسنان، وبها اضرار وبها تفاصيل كثيره وبها سايد افكت. فعلا هذا الكلام لو صارت اكو بها تطورات انه قام ما ياثر على طبقه المينا وما باي اضرار؟ هو اضرار يسوي لي شويه تحسس باللثه. أوكي. بس هي يعني وقتية. بس هو الكت يعني يكون أصلا بمادة تحطيها قبل الليزر، وبعدين مادة الليزر، وبعدين أكو مادة بعد الليزر. يعني هذين المواد يعني هم يعني تدرين يعني طرق حديثة، ودائما أكو أبديت بالكتات وبالأسنان وبالليزر، فسووا لها أبديتات فما تأثر لا لطبقة المينا. طيب. بس مو بكثرة أكيد. اوكي. طيب دكتورة، احنا نعرف الليزر العادي اللي يستخدمه للفول بودي او مناطق معينه من الجسم لها انواع. اي اوكي. فاليوم الليزر اللي يستخدم للاسنان الى اجهزه مختلفه، لو هو جهاز واحد يستخدم لكل الحالات؟ لا، اكو تبيض يجي جهاز يعني واحده، واكو هسه ريسنتلي يعني اكو ليزر يستخدم للبيجمنتيشن، للثه، علاجات يعني الفم، داخل الفم وما حول الفم، اي تصبغات تصير يعالج لي بالليزر، عن طريق الليزر. أوكي. مو ليزر تبيض يعني. يعني اكو مثلا اليوم ليزر يعالج مثلا الشفه اذا كان بيها تصبغات، او اللثه اذا كان بيها تصبغات، خصوصا الناس اللي تكون عندهم مثلا عوامل وراثيه او مدخن، او يعني يشرب مثلا كافي بشكل كبير او شاي او هاي التفاصيل. اي اكو، هي هم يكون نوع من انواع الليزر اللي يعالج هاي التصبغات هو الدايود، هو نفسه يستخدم الليزر بالمراكز مال التجميل، هو اسمه دايود اصلا يعني مال اسنان هم يعني. نعم. طيب اكو دائما اكو ناس تتساءل انه الليزر دي تبييض الاسنان يستخدم لكل الاعمار، لو اكو فد رينج معين يستخدم لتبييض الاسنان؟ الاعمار يستخدم يعني مو طفل كلش صغير، اكيد يعني يفضل تكون يعني يكون بعد ال 16 17 سنه، بس اكو كيسات ما تقدر يعني تسوي بها ليزر. ليش؟ مثلا المريض مثلا حشوات الضوئيه هاي يعني لونها ما يتغير، لان هي اصلا حشوه مو سن طبيعي، فلون ما حيتغير بالليزر. نعم. اكو بعد مثلا اذا جذور السن، اكو اسنان بتقدم العمر الجذور اللثه تنزل، فجذر السن يطلع، هاي هم تتعالج بالليزر. هم ان اللون يبقى، لانه هو جذر ما سن، مو سن، مو مينا وسن. دكتور خلينا نكون واقعيين، اليوم احنا بالمجتمع انتشرت ثقافه طب الاسنان بشكل اوسع، وصارت اكو بها تطورات، وناحيه الجماليه انه السمايل هوليود صارت منتشره. اليوم اغلب الناس اللي تشوفيهم تصادفيهم بالشارع احيانا تشوفين انه هو مسوي سمايل هوليود، لكن انه هي بها بعدة طرق، وأيضا أكو برد للسن وأكو بدون برد، هاي نوعية. لكن قبلها أنه تفضل أنه الشخص إذا سوى تبييض للأسنان بالليزر ما يحتاج أنه مثلا أسنانه لطيفة ما يحتاج يسوي السمايل هوليود، ممكن يكون أفضل أنه يروح يسوي سمايل إذا بيض أسنانه وطلعت شكلها بيرفكت وما يحتاج لسمايل، لكن أكو ناس تحتاج أنه هو يسوي سمايل هوليود. أي أكو، اكو هيك اكو هيك اكو يعني اذا يجي تنصحين البيشنت اللي يكون عند حضرتك، اذا يجي البيشنت اسنان عدله وما بيها يعني
أسنان عدلة ما يحتاج تقويم أسنان. نعم. ونظيفة وما بيها هواية، يعني مثلا مو تكون متلوثة هواية، تبيض يعني كلش كافي، ما يحتاج يسوي ابتسامة. نعم. بس أكو ناس مثلا أسنانها تجي عوجة، فشي يسوي؟ لازم تقويم أسنان. فيقول لك دكتورة أنا ما عندي وقت أبقى سنة سنة ونص أو سنتين أنتظر التقويم، فسوي لي ابتسامة، لأنه جلسة واحدة نبرد السن، ناخذ طبعة مختبر يعطينا إياها بعد 4-5 أيام ويرجع يلبس السن، فأسهل لي أنه ينتظر فت سنة سنة ونص إلى سنتين تقويم أسنان.